رجعنا معكم مشاهدينا تنكفي حلقتنا من على الموعد. هيدي الحلقة يلي خصصناها لبيروت، لبيروت المنكوبة، لبيروت الموجوعة. بس دايما في أشخاص بيعطوكم أمل، بيعطوكم أمل إنه بيروت رح تصير منيحة بفضلهم، بفضل تضامن شعبها، بفضل تضامن شبابها يلي هني رح يصنعوا من جديد هيدا البلد مثل ما هني بدهم. معي اليوم المخرجة ستيفاني أبلان. صباح الخير. صباح النور. أول شيء بدي لك صباح الخير وحمد الله على السلامة، لأنه بتعرفي نحن يمكن سكان الشمال ما تضرروا من صح. ما كل السكان تضرروا من انفجار مرفأ بيروت، بس ضررنا نفسيا مثل ما صح. عم شدد بكل فقرة من أول شيء خبريني ستيفاني، شو شعورك ولما صار الانفجار وين كنت؟ هلا انا بيومتها كنت ببيروت، كان لي ساعتين تقريبا، ساعتين وشوي راجع على البترون. اول شيء وقت تلقيت خبر الانفجار صراحه كنت بالبترون على البايسيكل تبعي وهوا وما سامع شيء وتليفوني بالبنانا وما في الا كل العالم صبت تليفونات ومساجات. طلعت بعد شي ساعه من بعد ما خلصت لتليفوني مفول مسجز، لانه كنت منزله ستوري انه انا علقانه بالعجقه ببيروت. فكروا العالم انه بعدني تحت، اصحابي من برا من لبنان قريبيني مين ما كان. اول شيء تلقيت الخبر سمعت ناس على الطريق بالبترون عم بيحكوا انه سمعتوا بالانفجار، ما اخذت وعطيت، قلت انا يمكن مثلا انفجار سياره او مفخخين لحدا، ما ولا اجى ببالي انه رح يكون بهيدا الشيء اللي هلا نحن فيه. صح، هيك حسينا. فوقت اللي وصلت على البيت وطلعت على الفيديوز اللي وصلتني على الواتساب عملت شوك. واول شيء عملته صلبت ايدي على وجهي. صح، انه انا كنت رجعت على البيت. صحيح ما كنت كتير قريبه من الموقع، بس انه في كتير ناس وصلت ضرر لهم، وانا كنت للمنطقه، انا كنت بهونيك المنطقه، كنت بالمتن تقريبا، يعني انه ما كان حدا بيعرف شو معقول يصير. يمكن هي الوهله بحد ذاتها، ونحن ما سمعناها بالبترون، او انا بيرسونلي ما سمعتها. طيب الوهله حولت لطاقة غضب، تحولت لطاقة غضب. صحيح. مثل أي مواطن لبناني حسينا أنه بدنا نصرخ، بدنا نبكي موجوعين، اللي صار كتير كبير لأهلنا، اللي صار كتير كبير لأشخاص بنعرفهم، يمكن مش بطريقة مباشرة، بطريقة غير مباشرة، كلهم إخواتنا بالنهاية، نحن كلنا لبنانية. صح. شو الغضب يعني بالساعة ذاتها؟ شو حسيت أنه أنت شو بدك تعملي؟ شو قررتي تبلشي تعملي؟ اول شيء قلت يا ريت في ارجع دب شنطي وفل على امريكا مطرح ما كنت عايشه. هي كلنا فكرناها، بنفكرها بس بنرجع في شيء بيننا. لا هي اول، هي اول شغله فكرت فيها. بس وقت رجعت نزلت على الارض شفت الشباب اليونج يوث اللي عم بيشتغلوا بطريقه من كل قلبهم، بينما كان في لازم يكون غير عالم على الارض عم تشتغل. هيدا اللي عم بحكيه دائما، هيدا الشيء اللي ثبتنا انه لا لا لا، لبنان بهيك يوث رح يكون احلى. بعض المواطنين، مش كلهم، لانه بعد في كثير ناس مطمشين للاسف. لانه دائما نحن، انا بمقدمه الحلقه قلت وجهت لكل متحزب انه غمض عيونك، فكر انه ممكن انت تكون بالحادث. صح. ممكن خيك، ممكن ابنك. صحيح. خلص اشلحوا بقى طائفتكم، اشلحوا بقى احزابكم، لبسوا علم لبنان ومشوا. يعني اليوم مثل ما عم شوف انا بالجميزة نزلت على مريم خايل، قلبي كبر انه مين عم يشتغل، مين عم يشتغل غير الشعب اللبناني، غير الشعب، غير الشباب 100% يلي هن بدهم يصنعوا، هن عم يعمروا، بدهم يعمروا حجر بيروت من جديد. صح. وبرجع بقول انه يمكن الحجر بده يتعمر، بس اللي انكسر جوا قلبنا مين حيعمره؟ يعني صار لي جمعه يمكن مثل كثير عالم، اكثر من جمعه، صار 10 ايام بس انزل على الارض بلتهي، بكون عم بشتغل او عم بصور او عم تابع عالم، بكون ملهيه، بس اوصل على البيت بسطل. صح. بالعربي لبنان المشبرح، بفهمك 100%. بسطل، بصير بغير عالم. يعني حتى اذا جربت غير جو، اظهر اتعشى او شوف اصحابي او شيء تغير جو، ما بكون موجوده. بتعرفي ستيفاني، حتى لقمه الاكل يلي عم ناكلها عم بيخلونا نحس بالذنب انه عم ناكلها.
يعني بتحسي انه كل واحد منا معني باللي صار لانه انتخبهم ان كان بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره. 100% ما انا دائما ما بلوم الا الشعب صراحه، واوعي تفكر انه في شيء رح يتغير بس ترجع تجي هيدي الانتخابات او شيء، اوعي تفكر ما حدا رح ان شاء الله يرجع. لا ان شاء الله لا ان شاء الله بعض لا الناس يتغير. بعدهم مطماشين عن جد يعني، ورح يرجعوا لنفس نفس الشيء اللي وصلنا لهون صراحه. طيب انا هلا بدي نحكي عن المبادرات اللي صارت على الارض، وانت من الاشخاص يلي شفناك على السوشيال ميديا معجوقه عم تنزلي ستوريز مبسوطه فخوره، حسيتي حالك انك منتميه لاهالي بيروت مع انك سكان بترون وهويتك بترون وعايشه حياتك بامريكا، فحسيتي حالك انت مجبوره تنزلي تساعديهم على الارض وبرافو عليك. خبريني عن المبادره اللي اطلقتيها واللي تعاونتي فيها مع اشخاص تانيين، صحيح. شو عملتوا وخبرينا شو كنت تشوفي على الارض. هلا اول شيء بحب اقول انه انا لا ما حسيت حالي مجبوره اني اعمل هيدا الشيء، لانه هيدا الشيء عم بعمله من كل قلبي، برافو. لانه لبنان واحد وبيروت للكل. مجبوره بحق لبنان. بتستقبل العالم من كل، لبنان صغير بتستقبل من كل المناطق، فليه نحن ما بدنا نعطي شيء لبيروت اللي هي عطيت لنا اياه كل عمرنا. فبلشت المبادرة من الباترون مع شباب تينيجرز ويونج يوث كمان، بلشوا يجمعوا دونيشنز وأنا شفتهم على الفيسبوك. فبلشت المبادرة أول شيء بيرسونال، لحتى وصلنا أنه بدنا نبلش نساعد ونبعث دونيشنز قد ما فينا. بلشت نزل ستوريز بس لحتى شجع الناس انه اعملوا هيك، هيدا الشيء بيفيد اكثر من انه تقعدوا بالبيت وتنزلوا صور وتندبوا وتبكوا بس انتم ما عم تعملوا شيء على الارض. لا اكسبوجر ولا لاي غايه، بس لحتى وصل مساج انه انتم عن جد فيكم تعملوا فرق، صح ما في غيركم رح يقدر يعمل فرق. وهيدا الشيء بلش هيك، اتونت كمان فايرل فروم شخص للتاني، بيصل لي مسجز حتى من ناس وقرايب واصحاب من برات لبنان تي دونيتد، وانا بشكرهم لانه حسوا بوجع لبنان، حسوا بوجع اللبناني، لانه هن بالنهايه لبنانيه، صحيح جسديا مش بلبنان بس قلبيا موجودين هون. صح هيدا الشيء اللي فرحنا زياده. فهلا صرنا بلشنا مع ان جي اوز، رجعنا خلص انه مع احترامي للان جي اوز ماشي حالهم، هلا بلشنا مع ناس فرديه لانه عم تنزل على الارض. يعني نحن امبارح نزلنا على الارض، زرنا بيوت، زرنا عالم توجعت، زرنا عالم خط نار كان بيتهم مع البور، ما في بيناتهم الا الاوتوستراد، بيتهم رايح. والحلو واللي بيشفى وقت بتسمع كلمة الله يرضى عليكم. ايه اكيد، يعني هيدا شيء خلص، هيدا انا بالنسبة الي حقي وبزيادة، لأن أنا ماني طالبة شيء بالمقابل إلا إنه يتردوا علي ويتردوا على عائلتي. هيدا أحلى شيء أنا امبارح سمعته على الأرض، مش بس امبارح يعني. هلا رح نحكي بتفاصيل مشوارك امبارحة، لأنه امبارحة وقت كنت عم بحكي أنا وياكي حسيتك في سعادة جواتك بدك تنقليها للمشاهدين، صح، وتقولي لي شو شفتي بهيدا. أكيد. خليني أرجع للمبادرة. لقيتوا عالم يعني كان في اقبال للمساعده، ان كان مساعده ماديه او ان كان مساعده معنويه، اشخاص كانوا يجوا يساعدوكم، شو كيف كان في هذا الاقبال؟ كثير كثير. انا يعني قلت لهم حرب تموز او حروبات لبنان ما عشتها مثل ما انا عايشه هلا هي اللحظه، ان كان معنويا وحتى جسديا. يعني عم نعطي من كل قلبنا. انا هلا تركت الباترون واستوديو تبعي مفول دونيشنز، واو. عم بجرب احكي هلا نازلي على راجعه رايحه على الباترون، بس عم جرب انه انقل قصص معي وخلي ناس من اللي عم بشتغل معهم هلا على الارض انهم يروحوا يساعدوني بنقل الاغراض، لانه عندي دونيشنز بشكل مش طبيعي، لاولاد لكبار لصغار لموني. يعني هيدا الشيء انا بس شوف هيدا المنظر قدامي والاغراض قدامي بيكبر قلبي. انت اليوم طالبه الاشخاص يعني الاشخاص اللي بدهم يساعدوكم يتبرعوا معكم مصاري او اكل او ثياب،
هلا يعني اكثر شيء عم نجرب انه نطلب تبرعات مصاري للناس اللي عن جد تضررت بيوتها، وحتى حق نايلون، يرمموا حتى حق نايلون يسكروا فيها شبابيك اللي نوعدوا فيهم من ورا كذا ان جي او ما وصلت لهم، نقدر نحن على القليل نبلش بشيء. في بيوت هلا الجروب اللي بلشت معهم على الارض عم بيشتغلوا، بلشوا يرمموا، اجاهم فاندز من برا ومن لبنان، وعم نشتغل على هذا الاساس. ومعي تيم حتى من اصحاب اركيتكت، عندي من قريبين بسايكولوجيست، عم ننزل على الارض حتى نشوف الناس بشو بحاجه من كل النواحي، من ادويه، من اكل، من علاجات نفسيه، من محفظات، علاج، حليب، كل كل هودي شيء الطرق. كل شيء كل شيء موجود. يعني حتى في فارماسيز تبرعوا لي بكميات هائله من الحليب للبيبيز. واو. يعني انا بشكر كل شخص، وهن بيعرفوا حالهم اكيد، لانه اللي بيعمل منيح ما بينذكر. فبنشكر كل شخص عن جد عمل هاي المبادرات الحلوه، ان كان ماديا ولا ان كان ببرودكتس وحتى معنويا. حلو. رح نرجع نحكي بوجودك على الأرض، شو شفتي وشو الرسالة بدك توجهيها، بس أنت بدك لبنان جديد. أكيد بدي لبنان جديد. خلينا نشوف لبنان جديد بنظرك شو هو أكيد. بهيدا الفيديو. كل عمره لبنان عم بيعاني، مرقنا بحروب، خسرنا ناس كتير، بكينا دم وبعده الوجع موجود. المشهد، هنا كل عمرة بيروت إلها نصيب بهالمعاناة. موجوع، موجوع والله عظيم موجوع. People in Lebanon's capital had earlier spotted a large fire at the port billowing dark smoke into the air. There were reports that a warehouse containing fireworks had caught fire. قلبنا محروق، الدموع ما نشفت وصلواتنا ما سكتت. اللبناني صامد، اللبناني مؤمن، اللبناني مناضل. وبكل محنة اللبناني بيساند خيو اللبناني. تستسلموا وخلوا إيمانكم كبير. خليكن هيك إيد بإيد نساعد لنعمر لبنان جديد. من بعد ما شفنا هيدا الفيديو، بس شدد على وخبر المشاهدين انه هو من اخراج ستيفاني،
وحتى صوتها لستيفاني. ستيفاني أنا لفتني هيك جملتين حلوين حبيته، كل الفيديو حلو مرسي. وأثر فيه لما حطبته على السوشيال ميديا. اللبناني مناضل، ما تستسلموا، خلوا إيمانكم كبير. قديش اليوم نحن بحاجة لإيمان، بحاجة ل الله دايما يكون حدنا بهيدا الوطن، خاصة لأنه نحن محيطين بمجرمين، بسلطة فاسدة، سلطة بدها تقتلنا، بدها تموتنا للأسف. الله حامينا. لبناني مناضل، قديه عم ناضل بهيدا البلد من وقت ما خلقت وقبله، يعني خلقت أنا بالحرب، خلقت بفترة الحرب، وحتى وقت أول ما بلشت الثورة عملت فيديو لأنه أنا نزلت على الأرض بأول 3 أيام بالثورة. بس في قصص شفتها ما كتير أنا حبيتها من شعب كان عندي أمل فيه، فتوجهت برسالة من القلب، وهذا الفيديو كمان اتوينت فيرل بعد أكتر من هيدا. وجهت فيه مساج أنه حبوا بعضكم، أهم شيء حبوا بعضكم، احترموا بعضكم لينجح الوطن. لأنه من دون محبة ومن دون الاحترام ما في شيء بينجح بالحياة، ومن دون الإيمان أهم شيء، لأنه المحبة هي ريليتد للإيمان. أنا بالنسبة إلي كل شيء عم بيصير هيدا ساين، إشارة من ربنا أنه نرجع نآمن بوجوده، وهي عطانا إشارة وخلصنا من 70% من الانفجار. صح. اللي راحت بين البور تحت منه والبحر، وقال كان لبنان كله راح. أنا قلت بالمقدمة أنه نحن اليوم في العذراء ويسوع والله هن يمكن اللي حميونا. أوكي راح ضحايا أكيد. ضحايا بالمئات، بس ممكن كان يروح ضحايا بالألاف. أكيد فقديش مهم أنه نحن نتمسك بهيدا الإيمان أكيد تنخلص، وخاصة بهيدي المرحلة اللي يمكن أصعب مرحلة عم تقطع علينا. صح صح. ستيفاني لبنان جديد، لبنان جديد رح يتعمر، بيروت جديد رح يتعمر رب. وبفضل الأشخاص مثلكن عم تنزلي على الأرض. صح. برحة حب بحكي أنا وياكي، حسيتك في رسائل كتير بدك توجيها للأشخاص. خبريني شو شفتي، شو عم بتشوفي على الأرض، عم تفوتي على بيوت الأشخاص المتضررين، شو عم بتحسي، شو عم بتشوفي، خبريني هالمشهدية اللي عم تشوفيها. أول شيء مبارح كان يمكن أول يوم لألي بفوت على بيت ناس وموجودين بقلبه. قبل كنا عم ننزل على الأرض، ساعدنا بالأرض، ساعدنا مع NGOs، وزعنا أكل، وزعنا donations مثل ما حكينا. بس مبارح كان أول يوم بحكي مع أصحاب هالبيوت، مع الناس اللي ما تركت بيتها وبقيت ببيتها، مع رغم ألامها، مع جروحاتها اللي موجودة جسدياً وداخلياً، البسمة ما فارقت وجهن. قلتي لي صورتي فيديو. صحيح، صورت فيديو حكيت معهم لهول العالم. حبيت أني أعطي مساج للعالم أنه ما تفقد أمل، لأنه يعني هول العالم انكتب لهم عمر جديد. صح. خصوصاً شخص كان عن جد بيته البلكون هون، وقفت أنا سطلت أنه ماشي بوجه البور، وهن منيح وهن منيح، اجروا تروحت. بس الله حبه أنه قال لي الله حبني خلص لي حياتي. واو. لأنه دفشوا لورا، دفشوا على الصوفة، حوالى راسه مطرح ما اندفش، حوالى راسه كله خردوا إزاز أو جروحات إزاز على الحياة، وحوالى راسه الحياة أبيض، يعني وجهه ما انغمش، الإزاز ترتش حواليه. حلو. يعني هي عجيبة. أكيد نحن منآمن بالعجيبة، يعني اللي صار هو عجيبة بحد ذاته، إنه في ناس عن جد خلصت بعجيبة، وفي ناس للأسف جاره وجه بالوجه هو وخطيبته توفوا بنفس البيت. ستيفاني رح يرجع كفي معك بهيدي النقطة، بس معي اتصال من إلي كريكوريان. صباح الخير. صباح النور. كيفك إلي؟ تمام ماشي الحال. ستيفاني إلي من الأشخاص اللي كمان عم يعملوا مبادرات فردية. نعم. وعم بيساعدوا، نزلوا على الأرض وعم بيساعدوا أشخاص من المتضررين بانفجار مرفأ بيروت. نعم. إلي خبرنا عن المبادرة، كيف طلعت معك وليش قررت أنك تكون عم تعمل مبادرة فردية؟ أول شيء أنا عم شوف شعب لبناني عم بيتوجع. أنا ربيت بهيدا البلد وخلقت بهيدا البلد، ولأنه قاري كتير عن بلد، لأنه أنا أصلي أرمنة وقاري عن بلدي قد أتوجع، بفهم معاناة العالم بهيدا العصر، وما قدرت شوف
شوف اي انسان يعني دمعت الام لحالها اذا بحطها انا بفكر بامي اذا بشوفها هيك امي عم تبكي يوما ما صح يعني بتكلفني الدنيا كلها. الشيء اللي عملته هو جمعت اصحابي قرايبيني ثلاث كمية جمعات ومشينا على الطريق واللي انبسطت فيه اكثر انه انا من عملت المبادره العالم اللي على الطرقات اللي كانت عم بتوقف سياراتها ثاني مان وتركض لعنا لتساعدنا ماديا. عم تهز براسها ستيفانيا عم تاكد على اللي عم بتحكيه. اكيد. إلي شفنا صورة انتشرت فايرل على السوشيال ميديا انت صورتها وحطيتها عندك على السوشيال ميديا الخاص فيك يلي هي صورة بنت عمك يمكن او بنت عمتك مع الجيش مع العسكري عم بيقدم لها مساعدة مادية بقلب الصندوق. كيف يعني شو شعورك انه قديش وصلت هيدي الصورة وصارت رمزية؟ هيدي انا من اول طريق يعني من انا وصغير ما عندي ولا ادنى شك بالجيش اللبناني انه عنده هيك اخلاق. هيدي الصوره بكل صراحه هو اللي عيطنا نحن وفايلين وقالنا انه حابب ساعدكم فانا صورته ونزلتها وانتشرت الصوره عند شاعر نزار فرانسيس بالام تي في بموقع بنت جبال انتشرت بشكل يعني انا ما كنت متوقع توصل لهالدرجه وكنت كثير مبسوط من هذا الشيء وحابب ما بعرف اذا بيوصل صوتي عبر اذاعتكم. اتصل في احد الاشخاص من كندا هو رابطه وطلب مني انه يقدم مساعده لهذا العسكري يعني مبلغ مادي صغير. عملت قد ما في يعني جربت اوصل له وبالاخر لقدرت وصلت لمدامته وحكيتها قالت لي نحن ما بنقبل ولا ليره نحن الشعب اللبناني ببيروت موجوع بتمنى انه بدكم تعطونا اياهم اعطون لالهم ويمكن هن بحاجه لالهم بس هيدا يعني الكلام اللي سمعته من مدامته عن جد ما راح انساه بكل عمري. حلو يعني اليوم كل يلي عم بيصير على الارض ومبادرات الشباب هيك عم بتاكد يوم بعد يوم عم بتاكد لنا انه نحن عن جد شعب بحب يعيش وشعب واحد ايد بايد بنقدر نصنع بلد بنقدر نصنع مستقبل مثل ما نحن بدنا اياه. بالنهايه يعني اذا نحن ما بدنا نوقف حد بعض حتى الشعب اللبناني عم تشوفه عم بيقف مع بعضه من برات لبنان من قلب لبنان صح. من الدول العربيه لانه يمكن عنده مش يمكن اكيد عنده معرفه بالدوله انه ما حد ساعده او خيفان الدوله تاخذ المسؤوليات اللي عم الحديث هيك صح يعني إلي انا بدي لك يعطيك الف عافيه ونحن بنشوف حالنا بكل مبادره وكل شاب لبناني عن جد عم بيساهم لو بشيء كتير بسيط انه يساعد اهل بلده. شكرا إلي وشكرا لمداخلتك. يعطيك العافيه. باي باي. ستيفاني سمعنا إلي وانت شددتي على كذا نقطه كان عم بيشوفها إلي على الارض قديش نحن اليوم عن جد عم نعمل شيء عظيم جدا وعم نكون بديل عن الدوله. قبل ما اختم معك بدي اطلب منك الفيديو بس يخلص عن الرسالة اللي شفتيها على الارض مع المتضررين وشو وجهوا رسائل في امل انك تبعتي لي تعارضوا حلقة الجاية أكيد. وتكون حلقتنا بعنوانها امل امل أكيد. جديد ونور جديد ل اكيد دايما دايما امل وبحب اقول شغلة انه من احد الاشخاص اللي امبارح شفتهم الزلمة اللي تضرر بوجه البور قال لي انتو مستقبل لبنان قال لي انتوا واحد واحد انتوا لازم تكونوا قادة هيدا الوطن لانه انتوا اللي عم تشتغلوا على الارض انتوا اللي عم تيجوا تطلوا علينا وتجيبوا لنا اكلاتنا وادويتنا واغراضنا غير انه عم بتساعدونا بترميم البيت. صح. ستيفاني في شي رسالة اخيرة بتحبي توجهيها هيك رسالة امل لكل شاب لبناني انه يضلوا متمسك بوطنه خاصة انه انت عم تقولي كنت بدك ترجعي على امريكا. هلا الفكرة بعدها واردة بس لانه انا عندي ولد ومستقبله بخاف عليه بس بالنهاية ما في شيء بيوقفنا عن حب الوطن ما في شيء بيوقفنا عن نحط إيدنا بإيد كل واحد بده يرجع يعمر لبنان إن شاء الله لآخر يوم أنا إذا بدي أبقى فيه بلبنان أو بدي فل مستحيل لأنه جسديا أترك وطني ولا أنه قلبيا صح. فأنا بوجه رسالة لكل شخص عن جد أنه قادر يكون لو حتى عم بيشتغل أو ما عم بيشتغل ينزل قد ما في على الارض ويحط ايده ويساعد. صح نحن بحاجه لهم. سيري انا بضم صوتي لصوتك. نحن بحاجه لهم لانه ما في غيرهم هلا هن المستقبل اذا بدهم يرجعوا يعمروا وطن وما بقى حدا بحب وجه هالشغله ما بقى حدا يصب غضبه وحقده غضب بنفهم كلنا غاضبين حقد ما حدا يكب حقده بقى على السوشيال ميديا
مزبوط. بالعكس هيدا الحقد يحولوه لمحبه وينزلوا يساعدوا فيه. مزبوط. يعني كثير حلو اللي حكيتيه من اول حلقه لهلا. ونحن مبسوطين فيك، انبسطنا فيك، والمشاهدين طبعا انبسطوا فيك واخذوا منك جرعه امل. الامل خاصة دايما موجود من فيديو لبنان جديد. ان شاء الله يا رب نعمل لبنان جديد. امين يا رب. بعض رح نعمله ان شاء الله. امين يا رب. ستيفاني انا بدي ودعيك وبدي اتشكرك وناطر الفيديو تعرضه حلقة اكيد من كل بد. ثانك يو. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك قصير وبنرجع لكم.